السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أخواني من جديد بحلقة جديدة من قناتي قناة حيدر تريدينج. وياكم حيدر كاظم باستراتيجيتي الخاصة اللي راح أطرحها لكم اليوم، وهي استراتيجية مضاربة. أقصد بالمضاربة استراتيجية سكالبينج، يعني تدخل بصفقة تحقق منها هدف أو ربح معين وتطلع خلال وقت ما يتعدى أو مو أكثر من 3 ساعات. إذا كانت صفقتك حوالي 3 ساعات أو حوالي ساعتين ساعة، فهاي الصفقة تسمى بصفقة مضاربة أو صفقة سكالبينج. يا أخوان، أنا متأكد بما أنك دخلت لهذا الفيديو سابقا وبحثت على يوتيوب استراتيجية سكالبينج، يطلع لك آلاف الاستراتيجيات، مئات الاستراتيجيات اللي تقول لك استخدم المؤشر الفلاني وتقاطع فلان مع فلان. تجي أنت تطبق وتشوف نتائج سيئة جدا 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 سيئة، النتائج اللي تنطيها لك خاصة للمؤشرات. لهذا السبب أنا ما أحب المؤشرات وما أستخدم إلا مؤشرين أو 3 كحد أقصى، يعني بالتداول كله أنا ما أستخدم أكثر من 3 مؤشرات، ونادرا ما أستخدمهن بالصفقات الطويلة فقط. يا أخوان، أنا شخصيا التداول مالتي هو تداول يومي صراحة، أدخل يوميا أشتغل حوالي 2 3 ساعات أطلع بربح يكفيني ومناسب إلي خلاص أغلق السوق. هذا هو الشغل اللي بالنسبة لي وأشوفه بعالم الفوركس، بعالم التداول بالفوركس هو الشغل الصحيح. لازم ما نطول بالصفقة، لأن مثل ما تعرفون أخبار دائما وغير متناهية تجي بشكل يومي تقلب عليك السعر. لذلك قبل أن نبدأ بشرح الصفقة يا أخوان، القاعدة الأساسية للصفقة ممنوع تتداولها بوقت الأخبار القوية. تقول لي شلون أعرفهن؟ تدخل على موقع investing.com. من تدخل على هالموقع تدخل على التقويم الاقتصادي الخاص بهذا الموقع، راح يطلع لك الأخبار الموجودة، الأخبار اللي عليها بس 3 نجمات تقدر تسويها من الفلاتر. هذه هي الفلاتر اللي هنا، تخلي مثلا استراليا، يابان، بريطانيا والولايات المتحدة وكندا ومنطقة اليورو، كلش كافي. تخلي هنا مثل ما تشوف أهمية عندك، هاي بس نجمة واحدة، هنا نجمتين، هنا 3 نجمات، تفعل هاي 3 نجمات، يعني الأخبار المهمة فقط. تمام، لأن هن بذل الأخبار اللي حركن السوق بشكل حقيقي. فمثل ما تشوف قدامنا الأخبار بهالشكل، يقول لك عندك خبر بعد إيش قد من الوقت، بعد 5 ساعات. يعني أنا قبل الخبر بنص ساعة أغلق كل شيء سواء على ربح أو خسارة. يفضل إنه أو مو يفضل، لازم ما تتداول سكالبينج وقت الأخبار، نصيحة من عندي لكم، لأن الأخبار راح تقلب الأسواق وتسوي عندك انزلاقات سعرية قوية ممكن تأثر عليك. لذلك شو كنت نشتغل؟ نشتغل بالأوقات الطبيعية. أنا بالنسبة لي أحسن وقت وأفضله هو وقت الظهر أو من الصبح، يعني من 11 أو من 10 الصبح لحد الساعة 4 العصر أو 5 العصر. وكذلك وقت الليل شرط قلنا ماكو أخبار، يعني مثلا من 6 للـ9 للـ10 بالليل. بغير هذن الأوقات ما أنصح نهائيا. خلينا ندخل بالطريقة بدون ما نطول عليكم مبدئيا يا أخوان. طريقة لا تعتمد على مؤشر ولا على دعم ولا مقاومة ولا ترند ولا أي شيء، هي طريقة نقدر نقول عليها نفسية، وأنا متأكد أنه أنت ما شايف شرح لها سابقا، وأول شخص يطرحها إليك هو أنا والحمد لله. يا أخوان، السعر يمشي بهذا الشكل. هسه خلينا نكتفي اللي هنا. لو تجي وتلاحظ احنا قلنا ما نحتاج الدعم والمقاومة، لان انا ما راح اعتمد على مبدأ عندي هنا أنا دعم خلاص راح يوصل السعر يما وابيع، لا. بس لازم نعرف انه شنو هنا موجودة مقاومة، صحيح لو لا؟ ليش؟ والدليل ارتد من عندها السعر مرتين، هذا ارتداد وهذا ارتداد. الفريم المستخدم هو فريم 1 دقيقة، فمثل ما تلاحظ ارتداد 1 ارتداد 2. القاعدة شنو تقول؟ القاعدة تقول المقاومة الأولى، هاي لاحظ تكونت عندي مقاومة، إذا السعر رجع وصل لهذه المنطقة المقاومة وما قدر يكسرها، يعني ارتد مثلا منها اللي هنا، فراح يكسرها من الجهة المقابل. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يا أخوان لو تلاحظ احنا هنا عندنا مقاومة، هذه المقاومة نفسها امتدت اللي هنا وتحولت إلى دعم. يعني أنا عندي هنا مقاومة امتدت اللي هنا تحولت إلى دعم، عندي هذا الدعم مالتها. القاعدة تقول إذا السعر ما قدر يكسر هاي المقاومة من فوق، ما قدر يكسرها منها،
فنسبة 99.99% راح يكسرها من منطقة الدعم من هنا. خلاص يا أخوان، هي هاي الاستراتيجية بكل بساطة، تمام؟ احتمال هسه تشوفها صعبة ومعقدة، ويا التطبيق ويا ما تشوف أمثلة راح تعرف شلون تتعامل وياها. خلينا ناخذ مثال ونشوف. عندنا هنا مقاومة، مثل ما تلاحظ هاي مقاومة، لاحظ وصل إلها السعر اللي هنا. هسه هذا خوب مثال حي قدامك، الباوند استرالي، مثل ما تلاحظ وصل فيت اللي هنا ما قدر يكسرها، فأنا متأكد بنسبة 100% إنه هو راح يكسرها من هنا. وين هي هاي نفس هالمقاومة مثل ما تلاحظ امتدت اللي هنا، خلاص أنا متأكد هذا الخط راح ينكسر. منين راح أخذ الهدف؟ الهدف مالتي هو القاع اللي قبله مثلا، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف مالتي. لا تنسى احنا جاي نحكي سكالبنج، يعني كل هدفك بالزايد 15-20 نقطة. فمثل ما تلاحظ وين اثبت الدخول مالتي، احنا من نجي نشوفه حاول بشمعتين يعني 3-4 شمعات ما قدر، ثبتنا هنا تقريبا الدخول مالتنا هنا، هذا الهدف مالتنا، وهذا الستوب مالتنا يكون فوق القمة بهذا الشكل. خلينا نجي ونتابع ونشوف، راح اسرع الفيديو ونشوف راح يوصل لهذا الهدف لو لا اللي تشوفه قدامك. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up. ورجعنا لكم من جديد يا اخوان. هذا هو الشارت اللي يحكي قدامكم، مو انا اللي يحكي. أتحدى أي شخص بالعالم شارح استراتيجية سواء سكالبنج أو عادية، خلينا نفترض سكالبنج، وينطيك مثال حي وقدامكم وقدام الشارت ويقول لك شوف أنا متأكد 100% راح يهبط. هبط مو بشي قليل، من 1.82 0.56 إلى 1.81967، يعني هاي كصفقة سكالبنج تعتبر ممتازة. والحلو بالموضوع يا اخوان انه الشارت اصلا هو عبارة عن هاي الحركة، الشارت عبارة عن هاي الحركة، بس لازم انت تلتزم بالستوب مالتك وبالهدف مالتك. فمثل ما تشوف صفقة حلوة ومرتبة حققت الهدف. خلينا ناخذ امثلة ثانية، طبعا راح اخذ امثلة مو حية لان مثل ما تشوفتوا انتم يعني تاخذ وقت هواي، لازم انتظرها لحد ما تحقق. خلينا نجي ونشوف مثال. مثل ما تلاحظ يا اخوان احنا قلنا عندنا السعر يمشي بهذا الشكل، هذا هو السعر، هنا يصطدم، من يصطدم مقاومة انتظره، إذا يرجع وما كسر هاي المقاومة ارتد من عندها بهذا الشكل، فأنا راح أدخل هنا بيع، راح أخلي الهدف مالتي قمة سابقة بالسعر هنا مثلا. ليش؟ لأن أنا متأكد أنه هو راح يكسر من هاي المنطقة. مثل ما تلاحظ قدامك راح يجي السعر بهذا الشكل، أنا داخل هنا راح يكسر هنا، والستوب مالتي انا مخليه فوق مثلا هنا. طبعا هاي الطريقه الحلو بيها يعني كل الصفقات اللي تدخلهن الهدف يكون ضعف الستوب، بحيث انت تجي تدخل 6-7 صفقات وكلهن الهدف مالتهن ضعف الستوب، خلي وحده او اثنين تضرب ستوب، شنو المشكله؟ والخطا يا اخوان وارد بهاي الطريقه، مو ان الطريقه تخطئ، لا، احنا كبشر وارد انه نخطئ بالتقدير مالتنا. تمام. نفس الحالة يا اخوان، السعر ممكن يمشي بهذا الشكل، يصطدم هنا راح يشكل دعم يرتفع، من يرجع اذا ما قدر يكسر هذا الدعم وارتد هيك بهذا الشكل، فانا راح اجي ادخل شراء بهذه النقطة، وراح اخلي الهدف مالتي مثلا قمة سابقة بهذا الشكل، وراح اخلي الستوب مالتي تحت القمة
يجي السعر ويحقق للهدف. خلينا نجي ونشوف مثال، هل هذا حقيقي أم خيال؟ هنا شنو عندي؟ منطقة ارتد من عندها السعر تكون دعم، خلاص اجي ثبتت هنا، اجي رجع لها السعر بهذا الشكل مثل ما تلاحظون هنا رجع السعر. ما رجع السعر هل قدر يكسرها؟ لا، الجواب لا ما قدر يكسرها. فأنا شو أسوي؟ بما أنه هنا ما قدر شمعة شمعتين ثلاث شمعات، أنا خلاص راح أجي أدخل هنا بهذه المنطقة، هذا دخولي، هذا الخط، الهدف مالتي راح أخليه قمة سابقة، هذا الهدف مثلا، والستوب مالتي راح أخليه تحت هذه القاع. فمثل ما تلاحظ يا أخوان الشارت هو اللي يحكي قدامك. هاي هي الطريقة باختصار يا أخوان، أتمنى تكونون استفاديتوا من عدها، وأتمنى تكونون افتهمتوا الفلسفة الموجودة بهاي الطريقة. كان وياكم حيدر كاظم، وبأقوى استراتيجية سكالبينج ممكن تطرح بالمحتوى العربي. أتمنى من عندكم تدعمون هذا الفيديو وتخلون كل الإخوان تستفاد. أنا بالنسبة لي شخصيا يوميا أطلع ما لا يقل عن 150 إلى 200 دولار من هاي الطريقة، طبعا إذا كان ماكو أخبار والسوق طبيعي مثل الوقت الحالي. وكذلك عندي بعد استراتيجيتين، كذلك هاي الاستراتيجيتين ما مشهورات وخاصات وحقيقيات يطلع ربح، مو بس كلام بدون فايدة. فإذا شفت الدعم على هذا الفيديو ووصل هذا الفيديو إلى 10,000 مشاهدة وألف لايك، أنا راح أنزل استراتيجية سكالبينج ثانية، بحيث أنت تدخل للأسواق ما توقف شغل، تدخل لمدة 5-6 ساعات تطلع بأقوى وأحسن ربح ممكن من الأسواق. شكرا لكم على المشاهدة.